أبنائي وبناتي الصف الثاني الثانوي، وحشتوني كتير. دي الحلقة الثالثة بتاعتنا إن شاء الله، بنكمل فيها منهج الترم الثاني. في كم حاجة بسيطة كده كانت فاضلة في الدرس الثاني، في شوية نوتس. النوتس الأولانية بتقول There are two ways to send the form data are form method get و form method post. يعني معناها في طريقتين اتنين بنبعت بيهم الداتا بتاع الفورم. الطريقتين دول هم الجيت والبوست، وبتتقال فورم ميثود ايكوال جيت فورم ميثود ايكوال بوست. في تعريف للسيجن، اتس ا واي تو ستور داتا، هي طريقه لتخزين البيانات ان ا فاريبل انسايد ميموري، بيانات في المتغير الموجود جوه الايه الذاكره. اوف ا ويب سيرفر فور وان يوزر اونلي، اليوزر واحد بس على السيرفر. الجدول اللي قدامنا ده يا ولاد فيه شوية أخطاء بتقابلنا كتير، وإزاي نتجنبها بعد كده. في الشكل الأولاني أو في التابل الأولاني اللي قدامنا ده، insert new user، ده leave password filled empty، ساب الباسورد اهو empty فاضي ما ملهوش، طبعا المفروض بيملاه. هنا insert two unidentical passwords، ان هو مدخل لي باسورد اتنين اهم، اتنين باسورد ولكنهم ايه غير متطابقين، مش نفس الايه الباسورد. هنا هوت ليف ذا يوزر ذا نيم فيلد امبتي، اليوزر نيم عندي اهو، اليوزر نيم ده فاضي ما حطش فيه حاجه. هنا هوت ليف اول ذا فيلد امبتي ريكورد يور نوتس، برضو سايب هنا هوت ايه فيلد كذا فيلد امبتي. هنا هوت بيقول لي سوري، هنا هوت بيقول insert the same user more than one record. هنا هوت اهوت مدخل لي same user، نفس اليوزر more than once، اكتر من مرة، واليوزر المفروض ايه شخص معين او باسم ايه معين. يعني هنا ادخل نفس المستخدم اكتر من مرة. من البيانات اللي فاتت دي بيتضح ان الفورم بالشكل ده ما فيهوش مراعاة لقواعد الايه الامان او التأمين، وده لشوية اسباب. السبب الاولاني عندي there is no certainty of data validation like accepting empty field has no test for identical password. يعني ما فيش تحقق من صحة البيانات اللي احنا دخلناها، سواء قبول حقول فارغة او عدم اختبار تطابق كلمتي الباسورد. تاني حاجة اليوزر نيم فيلد in users table، الفيلد بتاع اليوزر نيم في التابل بتاع اليوزر، and this اللوجيكال، اللوجيكال يعني حاجة غير منطقية، as there shouldn't be more than one username with the same name، مفيش أكتر من يوزر نيم بيبقى لهم نفس الإيه الاسم.